باش نحسوا حنايا بهذا الهدوء هذا في الاعصاب الدمويه ديالنا من ناحيه ديال الاخ الصمدي، خصكم تعرفوا واحد الشر ارتكبتوا جريمه كبيره بزاف، ان الاخ الصمدي عنده الانصار ديالو بزاف وعندو الاخوان اللي كيحبوا بزاف الرياضه، فدابا نتوما ارتكبتوا جريمه بزاف انك خرجتوا من مطعو ودخلتوا واحد اخر اللي ما كيفهم والو في الرياضه. وشكرا.